كثر الحديث مؤخرا عن الغش في الذهب وعن مشكل الجودة، ما جعل مهنيي الشعبة في الجزائر يلتقون لمناقشة حال السوق ومعالجة الاختلالات. اليوم ارتقت اللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن الثمينة لدراسة مشكل الغش في الذهب، وإن شاء الله بعد هذا الاجتماع هذا إن شاء الله لقينا حلول، ومن ضمن هذه الحلول هو أنه يكون تنسيق بين تجار التجزئة ومكاتب الجملة والصناعيين، وإن شاء الله راح يكون تنسيق وبإذن الله نعالج هذا المشكل هذا. معايير الجولة تؤكد على ضرورة وجود 750 غراما من الذهب الخالص في الألف غرام، لكن في الواقع شيء آخر. في عام نقولوا في التسعينات ولا ما كانش عندنا المشكل هذايا، الذهب كان رخيص، كان 90,000 الجرام ولا 100,000 الجرام، ما كانش مشكل تاع الغش. من بعد الذهب قاعد يصعد في البورصه، يصعد شيئا فشيئا، ولينا بعدا في فتره من الفترات ولينا نشوفوا ان الذهب ولا حنا الذهب المعمول به هو 750، يعني في الكيلو ذهب لازم تلقى 750 ذهب خالص، 250 تلقاه ما الياج، ولينا نطيحوا في انا كمخبري عندي مخبر على كل حال اكريديتي، نطيحوا في ذهب تاع 680 710 فكما نقولوا دقينا ناقص الخطر، وان شاء الله بشويه بشويه نقضيوا على هذه الظاهره هذه. قياس جودة الذهب في الجزائر يتم غالبا بالطرق التقليدية، ما يجعل هامش الخطأ كبيرا، فيما ترتفع تكاليف آلات قياس الجودة العصرية. هذه الماكينة تدير درك الوقت الحالي تدير 560 مليون حتى 600 مليون، درك لقيناها باللي مازالت غالية، عاودنا درنا ان ريشيرش هكا وبحثنا وصلنا مع الناس اللي يخدموها، قال لك راه عندها عبء كبير في الضرائب، يعني عندها تيفيا وعندها لي تاكس بزاف، يعني نقدروا لو كان يتنحوا لي تاكس وهذا تقدر تكون حتى من 200-220 مليون، 220 مليون جد مقبوله، يقدروا يعني ربع تجار ولا حرفيين يتشاركوا بيناتهم ويشروها. سوق الذهب في الجزائر تشهد تطورا كبيرا في الجوده والنوعيه، لكن يبقى الغش هاجسا يؤرق التاجر والزبون في انتظار ايجاد حلول جذريه.